الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: منذ 3 سنوات طلبت سلفة من عمي 20,000 جنيه، فأرسل لي حوالة ب2,000 دولار، وقال لي هذه حوالي 15,400 جنيه، تقدر يعني 2,000 دولار حوالي 15,400 جنيه، اخرج الزيادة عن 15,000 جنيه صدقة، وحدد لي شخص بعينه وما بيننا 15,000 جنيه نتكلم فيهم بعد زواجه، وأنا متزوج منذ 6 أشهر والآن يطالبني بسداد 2,000 دولار، هل أسدد 15,000 جنيه أم 2,000 دولار؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. الواجب على هذا السائل أن يسدد المبلغ الذي دفع له، دفع له 2,000 دولار فيسلم بها، وأما إذا كان هو صاحب المال تبرع من عنده بشيء وقال له أعطيه لفلان فهذه هبة، يجوز له أن يفعل هذا، وطبعا لا يجوز له أن يرجع في هبته، فإذا قال له أعطي فلان منها 1,000 جنيه و2,000 جنيه هذه هبة أصبحت فله، أما إذا رجع عنها وقبل سديد المبلغ كامل ولا تعطي أحد منه شيئا فالرجوع في الهبة حرام، ما يجوز، كما قال النبي العائد في هبة ككلب يقضي كل عمره في الخليج، فلا يجوز للمسلم إنه إذا أعطى هبة يقوم يرجع فيه ثاني يقول له أعطيني أنا أعطيتك مثلا المبلغ هذا أعطيني إياه، لا يحل له هذا، لا يحل له، وإذا كان قد ثبت بالفعل يثبت بالفعل أنه يعني وهب هذا فله أن يعني يلزمه بهذه الهبة والله تعالى، لكن ما دام هو أعطاه يعني الدين هذا ب2,000 دولار فيسدد ال2,000 دولار ولا يسددها عملة مقابل لها، لأن العملة المقابل لها ممكن تكون غير مستقرة. هذا السائل يسأل يقول: أنا شاب عندي 13 عاما وواقع في حب ابنات عمي، وأريد أن أتخلص من هذا الحب، فماذا أفعل مع أنني أقرأ القرآن وأصلي الصلوات الخمس في وقتها وأدعو الله سبحانه وتعالى، فماذا أفعل؟ هذا بارك الله فيك. هذا يعني لا علاج له إلا بالزواج. أنت بتحب بنت عمك تتزوج، وأنت 16 سنة ما يقول. تأخذ 10 خالية وتتزوج. هذا أفضل حل، ولا تنتظر حتى تجي. أما إذا أنت سبت هذا بدون زواج وأنت بتحبها ممكن أن تقع بالإثم. حتى لو كنت بتقرأ قرآن وكذا وكذا يضر الصدية، خاصة لما بنت عمك بتيجي وبتدخل فممكن يقع بالإثم معه. ثم إذا أنت تركت الأمر ربما تخطب لغيرك وتتزوج غيرك وتبقى أنت قلبك معلق بها، فلا ينبغي هذا، وإنما أفضل طريق هو أن تتزوج. أنت الآن راشد كبير وبالغ تقدر تتزوج، فتزوج واخذ عقد، ما عندك الآن يعني ما تنفقه في الزواج ربنا يجيب، يعني الزواج باب للرزق. الزواج باب للرزق، مو باب لقطع الرزق، باب للرزق. تزوج وربنا ييسر، اشتغل اعمل كذا، ممكن تصبر لك مثلا بعد عقد عليها تصبر لك سنة سنتين لا بأس، لكن اخذ عقدك عليها ولا تبقى هكذا معلق، لأن هذا إذا بقيت على هذا النهر ممكن أن تقع في الإثم. وهذا السائل يسأل يقول: رجل اقترض مبلغ كبير من بنك محلي بفائدة كبيرة، بنى به مجمع سكني ويقوم بسداد أقساط البنك مع الفوائد بانتظام، وذهب للحج وهو يقول أن الحج شيء والأعمال الدنيوية شيء آخر، وهو ينوي بعد سداد القرض أن يأخذ قرضا آخر أيضا وبفوائد، فهل حجه صحيح علما بأننا نصحناه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جريمة الربا ولكنه لا يستجيب للنصيحة؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك. على كل حال طبعا الحج
تنفق نفقة من حلال، أما إذا كانت النفقة من حرام كربا أو نحو ذلك فإنه ما يكون العمل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يأكل طيب، وقال ذكر الرجل يطيب السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء يقول يا رب يا رب، وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقد اشترط أهل العلم في نفقة الحج أن تكون نفقة من حلال من مال حلال، أما إذا كانت مال حرام فإن هذا أدعى إلى أنه لا يقبل الحج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين أرجو أن لا يكون السؤال شكوى في أحد، يعني كلام سائل إن هذا إحنا نصحناه وقلنا له هو ما انتصح وهو كذا، هذه قضية ثانية، ما ينبغي أن تكون السؤال فتوى هنا شكوى في أحد، وإنما اذكر السؤال بدون أن تعلقه على شخص معين، كونه أنه نصح ولم ينتصح، نعم هذا طبعا خطأ، يعني ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق والصواب. هذا سامي يسأل يقول هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها الكبائر؟ لأننا نرى بعض الفنانين والمغنيين والموسيقيين يذهبون لأداء الحج ويعودون للغناء والموسيقى والتمثيل مرة أخرى بحجة أن الحج ركن من أركان الإسلام ولا بد من أدائه، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. نعم، الحج فريضة وهي مكفرة لكل الذنوب لمن قام بها بتقوى، وأما إذا كان متلبس بمعصية وملازم لها وناوي أنه بعد الحج يرجع إلى هذه المعصية فإن هذه لا الحج لا يغفرها، فلو واحد مثلا يشرب خمر أو يزني أو نحو ذلك وذهب للحج وهو غير تائب من هذا الفعل وسيرجع بعد ذلك بعد الحج إلى يعني شرب خمره أو الزنا فإنها لا فإن هذا لا لا الحج لا يكفر هذا الذنب، وإنما الحج يكفر كل الذنوب للتائب إلى الله تبارك وتعالى، لمن تاب من كل معاصيه ومن كل ذنوبه، ولذلك يجب على الحاج حتى يغفر ذنوبه كله أن يتوب إلى الله قبل سفره إذا كان عليه حقوق للآدميين يؤديها، عليه شيء هذا في عنده ذنب شيء يتركه، وينوي أن يتوب توبة خالصة حتى يكون هذا الحج كفارة لكل سيئات. نعم. وهذا سائل يسأل يقول رأيت أحد المصلين يوم الجمعة لا يأتي للصلاة إلا يوم الجمعة، فسألته لماذا لا تأتي للصلاة إلا يوم الجمعة؟ فهل تصلي في البيت؟ فقال لا، أنا فقط أصلي يوم الجمعة ويكفي لدخول الجنة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أشهد بذلك، فهل كلامه صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف أرد عليه؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك. الجواب إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا فإنه يجب أن يؤدي الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، والصلاة فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، وتركها قد يؤدي إلى حبوط العمل كما قال النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك ثلاثة جمع متواليات ختم الله على قلبه، فلا يجوز له أن يترك يعني أن يفعل يترك الواجبات وكذلك أن يفعل المنكرات، يقول أنا مؤمن بالله ولكنه يسرق أو يزني أو يفعل هذا ويشرب الخمر أو غير ذلك، فإن هذا يعني ينافي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يغفر بذلك، لا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يلتزم بالعمل عمل الإسلام، وإذا ارتكب معصية تكون عليه، وفي بعض المعاصي تزيل كل الحسنات كترك الصلاة فإنها تزيل كل الحسنات، وفي بعض المعاصي كبائر تبقى عليه كأكل الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع الموبقات
قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي عن الزعم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه الامور الكبيره هذه مهلكه مهلكه لصاحبها. فيجب على من يشهد ان لا اله الا محمد رسول الله ان يلتزم في اداء فرائض الله تبارك وتعالى والانتهاء عن محارمه. اما يقول لا انا يكفيني شهاده القلب وادخل الجنه، من قال لك؟ من قال شهاده القلب وتترك الصلاه وتدخل الجنه؟ وقد قال النبي العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. فانت خرجت من الدين وتركت الصلاه بنص كلام الرسول. الرسول انا بدخل الجنه، من قال؟ من اخبرك انك تترك الصلاه ثم تدخل جنه الله؟ فانت تغرب وتكذب على نفسك. فلا بد ان تحافظ على الصلاه لعل الله تبارك وتعالى فعلا ان يدخلك الجنه. اما ان تقول لا انا مؤمن بقلبي وتترك الصلاه، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا سائل يسأل يقول يرجى شرح الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أرجو الإفادة، بارك الله فيكم. درس عظيم. موعظة ودرس عظيم من الرسول ابن عباس كان خلفه وخلد لهم الأنبياء ولا أبني وأعلمهم الكلمة، يعني احفظ عني واحفظ عني. ثم قال له: احفظ لا احفظ. وحفظ الله في حفظ حدوده. يحفظك الله تبارك وتعالى من الشر واعظم شر الشيطان والمعاصي والزيف. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك. يعني اذا حفظت الله تبارك وتعالى في حدوده صليت صدق تجد لها امامك يوفقك يعينك ينصرك يجيب دعوتك. إذا سألت فاسأل الله، جاء سألك كله لله، وإذا استعان استعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما أحد حيدفعك بشيء إلا شيء ربنا سبحانه وتعالى كتبه. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم ان ما كتب لك من الخير والشر ستنال. فلو كتب لك شيء من الخير والله لو اجتمع كل الناس على ان يمنعوا عنك هذا الخير ما يستطيع. وكذلك اذا كتب عليك شيء من الشر فلو اجتمع كل الناس على ان يصرفوا عنك ما يصرفوا. فالامر كله بيده سبحانه وتعالى، ومصائر العباد واخبارهم بيده سبحانه وتعالى. فكن يعلم هذا يقين، وان علم هذا يقين ارتاح. علم ان الخير كله بيد الله سبحانه، وانه اذا جاء خلاص. اذا كان الله قد كتب له الخير سياتي. واذا كتب عليه شر فسياتي لابد يفعل. فهذا امر عظيم، تعليم درس عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وابن عباس علمه للعالم. الحمد لله رب العالمين. هذا السائل يسأل يقول: يرجى تفسير الآيتين التاليتين من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أرجو الإفادة، بارك الله فيك. وبإخبار الله عز وجل أن اليهود والنصارى
لن ترضى عن المغفره ولن يرضوا عن الاسلام ولن يدخلوا فيه الا ان شاء الله هدايته منه. قال حتى تتبع ملته، يعني انك انت لو انت اطعتهم في شيء او في فعل الا اذا تركت دينك واتبعت ملته. يعني اليهود يريدون هذا والنصارى يريدون هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. قل ان هدى الله هو الهدى، الهدى الحقيقي هو هدى الله، وهو المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. وحتى الله نبيه وخير له، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. ثم قال جل وعلا: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ومعنى يتلونه يتبعونه. وهؤلاء اليهود والنصارى لو اتبعوا ما انزل الله تبارك وتعالى عليه من الكتاب آمنوا بالرسول، لأن كتبهم تأمرهم بالإيمان بالرسول. فإن الله قال لموسى: فسأكتبها للذين يتقون ويتبعون الذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا كلام الله لموسى ونزل في التوراة، وكذلك لعيسى الذي بشر برسول. قال عيسى قال لقومه: يعني من بشر برسول من بعدي اسمه أحمد. فلو أن أهل الكتاب اتبعوا الكتب التي أنزلها الله عليهم خلاص يؤمنوا بالرسول. فقال الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ويتلونه ويتبعون ما فيه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.